ايه ده؟ بيتزا بالبط وبيتزا بشرايح الرومي المدفن؟ يلا بينا. المكان هو بيتزا بارتي، موجود قدام حديقة الميريلاند، وكمان عندهم فرع تاني في التجمع. بدأت بأكتر حاجة بحبها، وهي إني أشكل طبق السلطة واختار كل الأصناف اللي بحبها. الدور الأول عندهم قاعدة صغيرة اندور، وكمان عندهم كيدز اريا صغيرة بيشغلوا فيها كرتون للأطفال. الدور التاني طلع كبير قوي، مش زي ما كنت متخيلة، والديكور شيك قوي وكله زرع زي ما انتوا شايفين. البيتزا عندهم كانت بتمط وشكلها لذيذ قوي. النجرسكو عندهم كانت خطيرة قوي، هتلاقوا الجبنة بتشد كده وطعمها غني ودسم كده. البطاطس الفريسكس عندهم كانت خطيرة قوي، وخصوصا مع صوص الساوزند ايلاند، وكانت مقرمشة قوي. البيتزا بشرايح الرومي كانت اكتشاف بجد، ارشحها لاي حد. هنا بقى قررت ادوق شرايح البط لوحدها عشان اتاكد اصلا ان دي بيتزا بالبط فعلا، لاني ما كنتش مصدقه، وفعلا طلعت تحفه. جربت كمان الفاميلي بيتزا واخترتها فور سيزون، دي كانت سماش برجر، وهو كان سماش برجر بالبصل المكرمل بالصوص بتاع البرجر. الناس اللي بتحب البرجر هتحبه قوي. ودي الميت لافرز كانت حلوه قوي برضو، عجبتني، وكان عليها سجق. وتشيكن نعناع كانت بصوص النعناع، وكان طعمها مختلف قوي. ودي شيش رانش بصوص الرانش، والسلطة طبعا كانت تحفة وفريش. ودي بيتزا شوكليت مارشميلو، اول مرة اجرب بيتزا حلو، وعجبتني قوي. المارشميلو كان سايح على وشي وعجبني قوي. وده الفيو من الفراندا فوق، خطير وهتستمتعوا بالقعدة فيه جدا. يلا روحوا جربوا الايتمز الجديدة، قولولي رأيكم فيها ايه.